ويبقى الحب ما بقي الأهلي. الحقيقة ممكن جدا ناس كتيرة بتلعب في النادي الأهلي تشعر بهذا الحب وهذا التقدير، وربما يكون ده طبيعي بحكم علاقة العمل، لكن لعيبة بتمشي من النادي الأهلي وتظل عندها هذا الحب وهذا التقدير وهذا الشعور بالانتماء، أعتقد بتبقى مشاعر حقيقية يا باشمهندس. حقيقية بشخصية سوية، لأن بخلاف هذا أيوه تبقى جاحد وناكر. أيوه يعني اللي يطلع يقول لك أنا في الأهلي وندمت إيه وعملت إيه، ما تقول أنت أنجزت إيه وأسباب ندمك إيه. اللي هتخلينا نندم إن إحنا جبناك. لا يعني، فإنما اللي بيعترف ها بالفضل، يعني الحقيقة ده سليم الطوية أو الشخصية السليمة اللي طمر فيه. عشان كده انت بتهتم بالتيست بتاع الدي لازم، ان ايه الاهلاوي. إذا ما كانش هيجيلي وهو عنده استعداد بالتضحية، لو شايفني أنا الأول في سباق المصالح، لا أنا مش الأول، أنا التاني أو التالت، روح إيه للغير. رأيك؟ أول ما أقول لي أقول له أنت راهنت على الأول مؤكد، لكن ما تقولوش انت جاي عشان اعمل لك، مين قايل لك 10؟ انا هدي لك 11، 10 هديك 8، ايه رايك؟ ليك 8 والاهلي له 8، الاضافات اللي هضيفها لك الاهلي ما تستحقش، هتخلي الثمانية 15. ما تستحقش تضحيه بالاثنين دول اللي هم هيبقوا 7 بعدين. ايوه فيكتشف هذا الكلام، وده اللي ينجحك بعد كده، انه كنت صادق النصيحه معاه. ده اختبار الدي ان ايه طبعا، واللي بيفشل فيه بيعمل مشاكل، بيعمل مشاكل. مؤكد يعمل مشاكل. اللي هيخش يفكر في نفسه هيتعب في الاهلي. طب ما تقول لي رفضت حد لا عشان لا لا اهتزت؟ لا 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 لا، مش وقت. احنا مش في صدد التشهير ببعضينا. وحتى اللي جه وخرج ما قدرش يتحمل، لا اهلي نظامه صارم متعب. متعب. طبعا اللي مش عايز يضحي ويتعب هيتعب في الاهلي يبعد احسن. طبعا، بس اللي هيتعب يحصل له ايه؟ دنيته هتتغير. وده اللي حصل مع محمد مجدي قفشه. مجدي قفشه كان في بيراميدز اتعاقب عشان بين الفانيلا الحمراء. نسمعه. طيب خليني بس احكي حكايه كده، ان انا كنت موجود في بيراميدز وكان معايا قفشه، وقفشه طبعا اكيد من اللعيبه المميزه، وهو كان عنده عشق ان هو يلعب في النادي الاهلي. وقتها حتى انا اتكلمت معاه وقلت له لما يتقدم عرض رسمي مفيش مشكله، يعني نبدا نفكر في الموضوع، وانا عايز يعني عايز احقق لك رغبتك لو ده صح، لو ده رغبتك. واذ افوجئ، عملت ايه بقى انت؟ لا ما انت لازم تحكي. بعدين سبب خصم 250 الف جنيه. طب اعمل ايه طيب يا كابتن؟ هو بصراحه يعني انا كنت مستني لحظه في اي يوم في حياتي اللي انا الاهلي يقول لي انا عايزك بصراحه. صحيح. فهم لما كلموني وانا في انبا انا ما عرفتش، حصل أيوة. ظروف خاصه في النادي فرحت بيراميدز. فانت طبعا لما النادي كلموني وبتاع ولقيت بتوع بيراميدز عنده معايا، كنا في اسكندريه ساعتها، رحت انا منزل تيشيرت بقى. أيوة. نزل صوره بتيشيرت احمر. أيوة. كتبت ايه؟ لا مش فاكر. كتبت انا هعمل ايه تاني؟ مش كده؟ انا مش فاكر الكلام بصراحه، بس انا كنت يعني كان اهم حاجه عندي التيشيرت. يعني اللون الاحمر. وانا اتكلمت معاك كتير في الموضوع ده، قلت لك يا كابتن احمد انا مش هيجي لي الفرصه دي تاني. صح. وانا اعتقد ان الامور هتبقى صعبه كمان الايام اللي جايه ان حد يجي من بيراميدز للاهلي. في مظبوط. خلافات وبتاع، فانا ساعتها كنت بحاول مع حضرتك انك تسيبني وكده، فانت بصراحه كان ردك عليا انا همشيك واعمل لك اللي انت عايزه، بس لما يجي حاجه رسميه يا بالظبط. بس لما كانت بصراحه الامور يعني. تمشي بالطرق السليمه. وكابتن حسام نفس الكلام بصراحه. بالظبط. وخليني اقول لك انك انت عايد الاهلي، انت كان في وقتها عايد نادي الزمالك. صح. مش كده؟ بس كانت بطريقه تانية. يعني عرض نادي الزمالك لما جالي ما كانش جالي انا شخصيا، هو جالي النادي بيراميدز. صحيح. فلما حد من بيراميدز جالي كلمني بطريقه مش طريقه وحشه، يعني كلمني بطريقه اللي هو انا عايزك تروح عشان هجيب لعيب من الزمالك. ما انا عارف حضرتك عارف الموضوع. فانا استغربت قلت له لا انت ما تجبرنيش هنعمل ايه؟ انت تجبرني ان انا اقعد في النادي لان انا بلعب في نادي بيراميدز، ده حقك، لكن ما تجبرنيش اروح فيه. انا لو همشي من النادي انا مش هروح غير الاهلي. يعني كلام يعني بيدي مصداقيه، مش كلام رغي. الراجل لبس تيشيرت احمر، واحترافيه الكابتن احمد حسن اللي الناس يمكن تفسرها بطريقه مختلفه، لا
هساعدك وهخصم منك 250 ألف جنيه لأنك ما يصحش تلبس فانيلا غير فانيلا بيراميد وانت في بيراميد. فهو قال له اعمل ايه؟ احترافيه من احمد حسن طبعا محترمه يعني. فالتاني قال له طب اعمل ايه يا كابتن، اعمل ايه اكتر من كده؟ انا عايز اقول لكم ان انا بحب الاهلي. بيقول لك نزل الصوره كده. فدفع ثمنها، دفع ثمنها. في مصداقيه اكتر من كده؟ لا. بس فده كلام تصدقه يعني. وبيقولوا في مواجهه المدير اللي خصم منه وساعده. ده كان كلام مهم جدا. طيب قفشة بقى في التجديد الاخير ده قال لك انا جددت على بياض وما اقدرش اتشرط على النادي الاهلي ولا اطالب النادي الاهلي بحاجه. فطلع احمد حسام ميدو كدبه، فطلع قفشة رد على ميدو وهو مع الصقر. وقعت انت النادي تجديد ده. تجديد ده تم ازاي؟ وانت كان ليك وقتها كلام معايا ان انت حتى التوقيع بتاعك كان في البيت. الصوره دي يعني الصوره دي يا كابتن احمد هتكلم عليها، وبسبب الصوره دي هقول الرساله للكابتن احمد حسام ميدو يعني. فانا لما جددت الكابتن احمد حسام ميدو طلع قال مفيش حاجه اسمها تجديد على بياض. مفيش الكلام ده. هو اتكلم يعني وقال قفشه خد الفئه الثانيه والكلام ده، معرفش قال رقم كام ساعتها. انا سمعته. فالمهم انا بقول له يا كابتن احمد انا بالذات لو الاهلي عرض عليا 10,000 مره عقد اللي انا اجدد على بياض انا هعمل كده. ولو الاهلي عرض عليا كل يوم اللي انا اجدد هعمل كده. انا بحب الاهلي، واللي ما لعبش اللي ما لعبش في الاهلي ما لعبش كوره. واي حد في نادي الاهلي وحضرتك لعبت يا كابتن احمد صحيح. هيخش نادي الاهلي هيعمل كل حاجه حلوه، هياخد احسن بطولات، هيلعب في احسن مكان، هيلبس احسن لبس، كل الناس هتعرفه. دي قضيه جديده دي، خلي بالك. والله يا كابتن ما بهزرش، انا بحب الكابتن ميدو جدا اقسم بالله. لا لا مش قصدي، بس بوضح له ليه. لان انا مضيت على بياض. اقسم بالله ما كان معايا ولا امير توفيق ولا حد من النادي. يعني العقد ده انت مضيته وبعته النادي الاهلي. انا كان الكابتن سيد عبد الحفيظ مكلمني في التمرين، كنا بنلعب فاولات انا وهاني وطاهر. هو جاي لي قال لي قفشه بعد خلص تمرين تعالى نقعد مع بعض علشان نتكلم في تفاصيل الايه؟ العقد. قلت له يا كابتن انا مش هتكلم مع حضرتك في اي حاجه. تمام يا كابتن، مش هتكلم مع حضرتك في اي حاجه. حضرتك جهز العقد وجهز اللي انت عايز تحطه والنادي يحطه والكابتن الخطيب يحطه وانا هاجي امضي وامشي. قال لي يا ابني ازاي؟ قلت له يا كابتن اللي بقول لحضرتك عليه مش هتكلم معاك تاني. رحت سايبه ايه؟ وماشي. فهو راح جاي النادي قال لي على فكره ما فيش حد عمل في حياتي كده معايا غير الكابتن ابو تريكه. قلت له يا كابتن انا النادي ده خيره عليا فلازم اعمل كده، انا بحب الاهلي يا كابتن. ايا كان بقى، فانا عملت كده عشان حبي في النادي وحب ابويا وامي واخواتي للنادي الاهلي. صحيح. بس كده. فرحت مكلم الوكيل بتاعي عبد الرحمن واسلام، كلموا امير توفيق قال لهم راح جابوا العقد وبتاع. فرحت جيت انا بصمت زي ما حضرتك شايف العقودات كلها اربع عقودات. صحيح. ورحت مد الورق لعبد الرحمن واسلام قلت لهم روحوا اقعدوا في النادي. كان ساعتها بقى الكابتن سيد مشي. قعدوا مع الكابتن خالد وامير اتفقوا على كل حاجه، كلموني قلت لهم يا جماعه خلاص بس الكابتن عايزك تعمل اعلانين للنادي ببلاش. قلت له اعمل خمسه. بس. طب انا عايز اتكلم في حته التوقيع على بياض لانها بتثير لغط. وطبعا كابتن ميدو مستغرب ايه لعيب محترف يطلع يقول لك انا مضيت على بياض. هي مش سذاجه يعني، مش بيمضي على بياض وهو عارف النادي الاهلي مثلا ان هو هيساوي 10 مليون يروح هيروح ايوه هو مضى على بياض هديله خمسه. مش هو متاكد وعارف الكاتيجوري بتاعه وعارف مستواه وهيتعمل معاه ايه، لان النظام في النادي الاهلي بيفرز نفسه. ايوه. لما انت تيجي تغالي اثناء التفاوض عايز تاخد اكتر من اللي النظام هيديهولك الاهلي ما بيوافقش. وكم من صفقه الاهلي ابتعد عنها لهذا السبب. فهو عارف طالما ان انا مش هطلب اكتر مما يقضي به النظام وتسمح به ظروفي مع في المستوى بتاعي في الفريق، وان انا ما اسببش مشكله للفريق، انا همضي على بياض. وانا عارف اللي هيتحط لي ايه، هو لن يفاجئ باللي هيتحط له. هو عارف كويس قوي هيعمل ايه، و 25% ازاي، والباقي مرتبات ايه، انما مش سذاجه لكن ثقه. ايوه. ثقه في الاهلي وفي نظامه وفي كلمته انه لن يتعرض للغدر. مش هيبخس حقه. فهو ميدو مستغربها وله حق، ولكنها في الاهلي بتحصل يا كابتن ميدو ونماذج كتيره ومعايا انا. معاك انت؟ طبعا. هقول لك حاجه. الكابتن احمد بلال كان في تركيا وخلص ورجع كلمني، انا جيت قلت له الحمد لله على السلامه، معاك المفتاح خش. لقيته تاني بيكلمني، كابتن عدلي انا مضيت العقود وسايبها
في الإدارة. وليد سليمان أعتقد وهادي خاشبة في كتير 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 طبعا. أبو تريكة يعني وأبو تريكة أب يبقوا اتكلموا أيوة وفهموا الأهلي هيوصل معاهم لإيه. وواثقين إنه مش هيتبقى حقه مش هيضيع. مش لو عليت عن الكلام ده مش هتاخده. فقرارك يا تمضي يا يا تمضي يا تمضي. التوقيع على بياض بيعمل ايه؟ بيخلي الاداره نفسها تشعر بالارتياح زي ما بقول لك. للنموذج اللي داخل ده داخل واثق في النظام وهيسمع الكلام وهيلتزم وهينجح معانا. ودي كلمه كانت بتساعدني وانا بقولها للناس اللي جايه جديده. يا ابني امضي شكلك قول طلباتك واللي هقول لك عليه هو اللي هتحط لك. بس سيبني ما اعلقش التوقيع انك لازم تقراه. صدقني سيبني اختبر من الدين ايه ده؟ لان لما اروح مع لجنه الكره اقول لهم الراجل مضى اهو بقول لكم تقديركم ايه؟ انا واثق في اللي اتفقنا عليه هيتحط. يروح العقد ممضي. بعض الناس هيشوفوا ان دي مغالاه في التقدير. لا مغالاه في 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 يعني في اختبارات في رومانسيه العلاقه. في رومانسيه العلاقه مش احترافيه قوي ربما، ولكن العلاقات الناجحه بتستحق هذه الرومانسيه. حلو. العلاقات الناجحه تستحق هذه الرومانسيه. عشان كده بقول لكم يبقى الحب ما بقي الاهلي.